التليفون ولا ايه بداية؟ لا بداية شيء التليفون ده يعني ارن يكون جيل مستير ده كده جيل صوبت باثناء المعارك اثناء الاقتحامات بعفرين تماما يعني بالقرى طبعا ليس بالمدينه كان كثافه الالغام كثيره يعني كثافه الالغام يعني ما بتخطر لبال حدا في الشوارع باي شيء ما بخطر لبالك بتت رجلي اليسار واجري اليمين كما كانت مضروبه والحمد لله رب العالمين انتقلت الى تركيا المشفى ونشكر الاخوه الاتراك على المساعده اللي قدمونا اياها ان كان في تركيا وفي سوريا. لازم ما يشفع في الكلام.